Thank you. مساء الخير عليكم جميعاً في حلقة جديدة من برنامج رايكم شباب ننطلق في هذه الساعة من الخمس لست في ساعة منوعة بفقرات جدا جميلة ومواضيعنا الشبابية راح نطرحها لكم اليوم اليوم حلقتنا خفيفة عليكم راح نقول لكم أخبار معينة وراح نتكلم عن فقرة معينة مع شباب وطاقات شبابية جدا جميلة في حلقتنا لليوم بالإضافة إلى بعض الأمور اللي راح نتناقش فيها وياكم أنا والسادة المشاهدين اللي بتربعين حاليا يطالعونا في شاشة الرأي وراح نتكلم في مختلف الأخبار من ضمن فقراتنا لليوم راح يكون معنا ضيف جدا مميز من الاتحاد قائمه الاتحاد الطلابي في الجامعه العربيه المفتوحه خصوصا انهم الحين يعني في صدد انطلاق الانتخابات والعرس الديمقراطي الجديد ودائما احنا نحرص في برنامج رايكم شاب سواء في جامعه الكويت او الجامعات الخاصه او في اي جامعه بالكويت في هذا العرس الديمقراطي لانه هو جيل قادم ويوعي ويحرص على توصيل صوت الطالب لكل الطلبة وكل الناس إنه توصل هذه المعلومات الكثيرة اللي ممكن توصل صوت الطالب في مشاكله في همومه في الأشياء اللي ممكن يساعدها الخاصة للطالب يعني طلبة مع طلبة يقدمون شريحة جدا جميلة للمستقبل يكون عندهم الخبرة ويكون عندهم الثقافة بالوعي إنه يتواصلون مع العالم يمكن وايد ناس يقول أنا إيش حقا إيش بالأجواء الانتخابات ولكن بالفعل لما تدش راح تكون لك علاقات راح يكون عندك ثقافه راح يكون عندك علم بما تقدم ويقدمون لك فلذلك احنا دائما نحرص ان كل طالب او على مستوى الكويت في الجانب السياسي او الجانب الاكاديمي ان انت تبدي برايك وصوتك لان انت يعني لك حق وايضا لهم حق انهم يعرفون نسبه خاصه في التصويت لكل الطلاب والطالبات في كل الجامعات فلذلك بالتوفيق لكل الجامعات في العرس الديمقراطي وان شاء الله دائما التما في كل اتحادات ان ينمون هذا البلد من خلال توصيل صوت الطالب من خلال الاشياء اللي يقدمونها من خدمات كثيره رغم ان وجود مشاكل في بعض الجامعات لا زالت تحت الانشاء واحنا دائما نطمح لتنميه هذه الامور الى الافضل فدائما نقول ان بتوفيق للجميع وان شاء الله دائما تتحقق كل طموح الطلبه في المستقبل المهني والدراسي باذن الله تعالى موضوع حلقتنا لليوم جدا جميل يعني وايد اختلاف الجيل على جيل جيل التكنولوجيا وجيل قبل وجيل الوسطي انا إن الجيل الوسطي ما بين الجديد الحالي والقديم اللي هم اباءنا واجدادنا الموضوع يقول هل انت من الناس اللي تتكلم اللغه الكويتيه البحتة يعني اللهجه العاميه صحيحه مثلا شويه شويه تنقال يا جماعه صح شويه شاي شويه ابي شويه صح تنقال ايه شويه فهذه الكلمات القديمه انا ودي شاوي يذكروني بكلمات قديمه لان احنا يمكن تعودنا ان انا من الناس ما ما قمت اتكلم والياء الجيم ياء تصير يا بروح المسجد مسجد مو المسجد تختلف فتختلف هذه الاحرف هل هالشيء يعني تغير معاكم وليش ما قمنا نتكلم في فيها بشكل يومي ما قاعد نطرحها ما قاعد نتكلم حكي كويتي قديم وهذا بالعكس يعبر عن تراثنا ولكن يمكن الناس تختلف مع جيل عن جيل ولكن هل انت من الناس تتكلم؟ واذا اي ليش؟ واذا لا هم ليش يا حتى الاتصالات اليوم تدل علينا ودي واحد يقول لي كم كلمه يعلمنا اياها على الهواء راح نزله بالانستغرام كل كلمه جديده راح انزلها على إنستغرام طرق التواصل في برنامج رايكم شباب عن طريق التويتر ات رايكم اس احنا قاعد نجهز التغريدات الخاصه فيكم ات رايكم اس بالاضافه ارقام الظاهره اسفل الشاشه اللي حاب يتصل ممكن يقول لنا كلمه كويتيه قديمه تعلمها او انه يعرفها ودائما يقولها وخلي يقول لنا معناته في كلمات كويتيه ترى احنا ما نعرف حتى معانيها لان تكون يعني لهجه عاميه صلبه مثل ما يقولون انها تكون قديمه شوي ايام البحر والغوص لهم كلمات كثيره 2 4 9 5, 3, 5. سته صفر اثنين اربعه تسعه خمسه ثلاثه خمسه سته صفر ماجد الله الله بالاتصالات، اليوم نبي نسمع الاتصالات وتهلل علينا ونسمع كلمات الناس معانا وشنو ممكن عندهم كلمات كويتيه قديمه، هذه طرق التواصل في برنامج رايكم شباب اللي ممكن احنا نتواصل فيها معاكم ودائما نقول ان هذا طرق التواصل يوصلنا لكم ناخذ المعلومات الكافيه والوافيه منكم واليكم دائما في برنامج رايكم شباب، اليوم ذاهبين لكم اخبار من طاقم اعداد كل الشكر لهم على هذه الاخبار الجميله اللي راح نقراها لليوم، هذا الخبر جدا شويه يعني لفت انتباهي ما بين الاخبار اللي موجوده ان التواصل الاجتماعي او الابليكيشن او الموقع الالكتروني اللي يسمى بالتواصل الاجتماعي فيسبوك راح يقدم على خطوه جدا كبيره، الشاتنج روم يعني كل البرامج حتى الانستغرام صار في دايركت، تويتر صار في دايركت، الفيسبوك في شات بس شاتنج روم هذا شوي تغير معنا الموضوع ان انت ممكن يكون عندك روم، يعني لو نرجع خلينا نشوف الجيل الطيبين اللي قبل على ام ار ودش الشانل الفلاني وفلود وانفاي ترى انا قبل كنت اشتغل في اسوي سكرتات ما راح اقول نكي لان انا فضيحه اذا قلت نكي بعدين يقول هذا وقديم قديم فتصدقون عاد لي شخص مره بالافنيوز كان يقول لي انت نكك الفلان فلاني ترى عارف قبل ما تصير مذيع انحرجت صراحه والله شخباري يعني ايام ما يرسين تدرون كم سنه طاف عليها اكثر من تسع عشر سنين فايام كانت والله ايام طيبين ترى انطلقت منها كلمات البرب اذا تعرفونها والتيت تيك يور تايم بس حولوها بالعربي تيت البروب بي رايت باك اللول انا للحين ما ادري شنو اختصار اللول هل هي إيه كلمه طلعت يا جماعه اللي عارف اللول يقول لي ها رح انا راح اعطي جائزه اللول الاوات لا باكر على حسب مدى الضحكه والال الثانيه تتسكر لا زالت تنقال فشنو سمعت واحد قال لي شغله لاف اوت لاود لاف اوت لاود والله صح ال او ال زين واذا حط لك حط لك اوات وايد اوه وايد اكيد هذه معاني مختلفة ما انا والله زين عرفت هذه الكلمة لازم اسجلها شو هذه كلمة انجليزية تونا نعرف معناتها ونكتبها وما ندري شنو لاوت اوف لاف اوت لاود لازم اسجلها لاف اوت لاود هذه اللول عشان الناس تعرف لما تكتب لول لاف اوت لاود واذا واحد كتب لاف اوت لاود يعني هي لول فهذه كلمة لول بعد احنا نقول لول يعني احنا بالكويت نقول لول لو لو كله كله يودي المهم انه توصل المعنى أنه احنا قاعد نضحك فهذا الشاتنج روم راح يصير في انطلاقه موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك راح يطلقها لمستخدمينا فهل راح نرجع لايام زمان حتى في بعض المواقع الشات الكتابي والشات الصوتي تذكرون يعني انا بقول موقع للعلم انه ما زال موجود كويت 25 انا مره انصدمت وحطيت بالسناب عندي ان واحد يعني انا مو قصدي اتشمت فيه بس قاعد وداش هالموقع يا جماعة تدرون شنو هذا قديم؟ هذه مواقع معروفة ان الواحد يبي يتعرف على اشخاص، على علاقات، ايا كانت شنو اهدافه، احنا ما شغل، ولكن يعني هذا هذا هدف الشات روم بس قديم، هذا الشيء قديم جدا، قاعد بالقهوة وكانت معروفة بالقهاوي، بعد ايام القهاوي كانت حتى النت كافيه يكون مكان تدفع دينار بالساعة، دينارين بالساعة او نص ساعة، على حسب القهاوي ودش شاتنج. بس ان الحين صارت ان اخذ اللابتوب واقعد بقهوه والله العظيم يا جماعه هالموضوع ما صار لأكثر من شهرين فاتح الموقع وداش واللي صدمني رديت البيت قلت انا الا اشوف يعني لهالدرجه هذا الموضوع لا زال موجود كان ارجع البيت ولا الموقع موجود وللحين الناس تدش ويسولفون والناس تدش عليهم فهذه طرق التواصل دليل ان في ناس لا زالت تحب الشاتنج روم الفيسبوك شافت انه بنظرهم انه ممكن تسوي فكره جديده تطلقها بالابلكيشن وبالموقع الخاص بالويب سايت وايضا في خبر جدا مهم لطلبه الجامعات والشباب بشكل عام لان هذا الموضوع صحي في ناس دائما تقول الارجيله او الشيشه بمفهومها انها هي اقل من السجاير تقول له تدخن يقول لك لا ما ادخن اشيش للعلم الشيشه تساوي تقريبا خمس باكيت خمس باكيتات او علب سجائر يوميه يعني انت لما تشيش راس واحد حق الناس يفهمون بالشيشه ولا الارجيله، الراس الواحد وبعد السلوم هذا بعد دبل، انت قاعد تاخذ دايركت ولا طعم ولا شيء، فالراس واحد عن خمس باكيتات في اليوم، فما بالك اللي قاعد يقول لك انا ادخن يمكن حتى هذا المدخن اذا دخن باكيتين ولا باكيت باليوم اقل من اللي يدخن شيشه شيشتين باليوم، هذا كم راس يبدل اذا يقعد فتره طويله خصوصا يطلعون مباريات ويطلعون هالامور، حتى ترى اللي يستنشق الأرجيلة يعني الكمية اللي أنت إيه قاعد تاخذها قاعد تاخذ نفس الطريقة وأسوأ من المعتاد لأن في وايد يروحون قهاوي يقول لك أنا ما أشيش عادي أقعد مع ربعي للعلم أنت أوريدي متضرر من هذه الأدخنة المتصاعده من الشيشه، إيش رايكم بالمتصاعده؟ حسيتها رسمية وايد بس أن هذه كلها بالنهاية قاعد تضرك أنت فإذا أنت تبي تحافظ على صحتك لا تبي تشيش ولا تبي الحين الناس ربع يقولون لي يقول حق روحك عموما ما كل هذه الامور انت لا تروح حتى هالاماكن اعتذر لاجل صحتك هذا اهم شيء لك ولاهلك اصلا ان هذه صحتك للمستقبل تبي تتزوج وراك هال ما ياخذون هذه الامور وياهم تصير توريثيه بعيد عنكم شرط اورام سرطانيه والقلب وغيره الله يبعدكم عن الشر باذن الله تعالى والكل يقطع لكل واحد واللي ما بلش لا تبلش الله يعوذ بالله منها لان تسوي لنا وايد مشاكل وتطيح اللياقه بالارض. تواصل معاكم نكمل فقرتنا اليوم والاكاديميه الخاصه في جامعة العربيه المفتوحه والاتحاد الطلابي راح نتكلم عنه لكن بعد بريك خلكم معنا ردينا بعد البريك متواصلين معاكم في فقراتنا لليوم ولها جانب جانب ما تصير جانب مساحة تكفى فهد لو لا تذكر لي طول اللقاء جانب اكاديمي لحلقتنا اليوم والاتحاد الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة وانطلاقة عرس ديمقراطي جديد وايد قاعد طالعونا اليوم من عند ربعكم اي الحين يمسكون علي جانب لا لا تكفى انا قاعد اقول لك الموضوع مساوي لا, لا مسحوها <applause> لان هذه قاعد تضحكون عموما احنا راح نتكلم اليوم بتفاصيل كثيرة عن هذه القائمة وخصوصا ان في قوائم كثيرة من التنافس واجواء أجل ديمقراطي الكل يحاول يخدم الطلبه ايضا لاجل مصلحه القائمه ولمصلحه الطلبه بشكل عام فلذلك اليوم تشرف بتواجد قائمه الاتحاد الطلابي في الجامعه العربيه المفتوحه مع المنسق العام فهد الشمري حياك الله الله يحييك نورنا اخوي فهد النور نورك وايضا تحيه للساده المتابعينكم سواء المتابعين رايك شباب او من قائمه الاتحاد الطلاب. بدايه خلينا نتكلم بشكل عام تعريف عن هذه القائمه اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين في البدايه اتحاد الطلابي هي عباره عن مجموعه طلابيه وطنيه المنطق ذات توجه محافظ تسعى لصقل الطاقات الشبابيه لرياده طبعا الحركه الطلابيه في دوله الكويت ومستمرين ونتعامل يعني مع المستجدات الحضاريه لبناء الكويت المستقبل ان هذا هو الاتحاد الطلابي بشكل مختصر ممتاز مبادئ واسس جدا جميله نقدر نقول في تعريف القائمه الاتحاد الطلابي وهذا دليلنا وصلته للاتحاد وابداعكم لخدمه الطلبه بالنهايه احنا دائما نحرص على خدمه الطلبه احنا كطلاب وايضا لهم اه خلينا نتكلم ايضا عن الاهداف دائما في كل قائمه يكون لها اهداف معينه توجه خاص في اهداف هذه القائمه احنا للامانه ان بدايه ان اهدافنا اول شيء الهدف الرئيسي هو تمثيل طلبه الفرع فرع الكويت لان احنا الجامعه العربيه عندنا سبعه فرع خارج دوله الكويت فنتكلم عن الاتحاد الطلابي داخل دوله الكويت او فرع الكويت تكفلنا احنا بدنا نكون نمثل الطلبه او نكون صوت الطالب لدى اداره الفرع، هذه شغله، اثنين ان بس روح القياده والمسؤوليه لدى الطلبه ان الطلبه اوكي هو كذي كذي جاي يدرس بس حلو لو انك تسقل يعني تسقل طاقاته سواء نقابيا او اكاديميا وتعزز روح مشاركته في سواء بالجانب الانساني، الجانب الاجتماعي الاستفادة و... من الطاقات الشبابيه عندنا، المشاركه في الجهود المبذوله لتحقيق اقصى استفاده من الامكانيه من الامكانيات الجامعه المتاحه. هذه نقاط خاصه لكل قائمه ولكن نعم احنا نسعى ودائما نطمح كطلاب، انا لو اتكلم كطالب انه يتم تحقيقها. نعم. أه وتحقيقها هي الغايه المراده من كل صحيح. قائمه ان تحقق هذه الاهداف لما تحط النقاط توضح لي الطالب انا شنو عندي اهداف، شنو اشياء بوصلها للطالب. ونسعى لتحقيقها، ننتقل ايضا الى نقطة جدا مهمة في كل انطلاقة لكل قائمة نعم. يبدون في شغلة يعني لما تقول انا ليش حطيت مثلا هذه القائمة؟ ليش حطيت الجامعة؟ ليزيد التعليم؟ ليش حطيتوا القائمة؟ شو اللي خلاكم تقومون بتأسيس مثل هذه القائمة؟ احنا نفتخر بأن أول شيء الاتحاد الطلابي هي قائمة صار لها سنتين وخاضت الانتخابات على مدار سنتين وان شاء الله باكر هي تخوض الانتخابات السنه الثالثه من فضل الله الشعبيه حيل يعني زادت الشعبيه عن السنه اللي طافت والشعبيه هذه ما جت طبعا عن عبث جت طبعا عن انجازات استمرينا فيها وانجازاتنا من فضل الله كل سنه عن سنه قاعده تزيد الانجازات قاعد تزيد امورنا الجامعه يعني كقسم شؤون طلبه بالعكس يعني من احسن الى احسن قاعد تراعينا من ناحيه الانشطه من ناحيه حتى الدعم المالي قاعد تراعي من ناحيه اذا كانت انشطه فرديه او ان انشطه متمثله بالمجلس الطلابي اللي هي هيئه منتخبه عن بناء عن انتخاباتنا ان شاء الله ممتاز يعني انت قاعد نشوف الحلقه من خلال خدمة الطلبة تكون دور حول القائمة والطالب بتحقيق نعم. الإنجازات الكثيرة إحنا راح نتطرق للإنجازات الخاصة في القائمة شنو قدمته عشان حتى الناس تعرف وللعلم أنا بوضح نقطة أن جامعة العربية المفتوحة أكثر الجامعات اللي تحتوي على جنسيات كثيرة الحمد لله. فهذا يدل على صعوبة كود الانتخابات ونفس الوقت نجاح القائمة بدأت. هذا دليل نجاح كبير يعني انت ما قاعد تتكلم لا عن عرق ولا قبائل ولا قاعد تتكلم عن هذه الامور اللي دائما تصير في بعض الانتخابات في الجامعات نهاني. المختلفه اللي تكون دائما مسبباتها هذه الامور ولكن نعم. في الجامعه العربيه المفتوحه كثره التنوع هذا يدل على الديمقراطيه ووجودها لديكم كشباب خلينا نتكلم عن انجازات القائمه نفتخر طبعا انت تطرقت الموضوع انك عدد جنسيات احنا قائمه الاتحاد الطلابي لله الحمد ان يعني كقوى كاعضاء عاملين او حتى كمناصب اداريه داخل القائمه من فضل الله نفتخر بجميع الجنسيات وايدينا مفتوحه والى الان متواجدين بالقائمه تقريبا ثمان جنسيات ما شاء الله ومن فضل الله دخلنا حتى العنصر الاجنبي اللي غير ناطق باللغه العربيه خليناه ينضم الى القائمه ومترشح للانتخابات كنقله نوعيه عن باقي القوائم اذا بتكلم عن الانجازات الانجازات للامانه يعني إن مثل ما قلت لك كل سنه عن سنه قاعد تجدد وخاصه حق اخواني الطلبه وخواتي المشاهدين احب اذكرهم اخر الانجازات أن شاركنا بالاعتصام الاخير المقام لتسجيل الطلبه المتاخرين تحت 21 وحده دراسيه ولله الحمد كان نتائجها بان الطلبه اللي ما سجلوا سوينا لهم حل ان يكملون دراستهم في وحده التعليم المستمر لان كانت في اشكاليه حول الموضوع هذا لله الحمد تم حله <applause> كتابنا المقدم بحل مشكله تعارض ماده البي 120 والاميو في جدول الاختبارات نزل جدول الاختبارات الاختبارات ان شاء الله بعد اسبوعين نزل جدول الاختبارات كان ونفس في اليوم تاع... صادفه يعني اي صادفه وحلينا فك على فكينا التشابك بين المادتين هو نفس الوقت ولا تقصد نفس اليوم ولكن كيف نفس اليوم لكن الماده احنا نتكلم على 88 كريدت ف يعني وزنها ثقيل بالضبط <applause> سواء على ماده الاميو 123 او البي 120 استثنينا استثنينا من طبعا في رولز بالجامعه في امور استثنينا لهالكورس هذا على اساس تسهيل التخرج حق الطالب انه يكمل مسيرته مثل مثال على ماده التي يو 170 مع الاي ال 98 وماده الام يو مع الـ 99 والبي 120 مع الاي ال تربل 1 يعني إيه هذا الناس تعرفونها ما ادري شو هذا يفهموني من اك... <تص> اخواني الطلبه هذه شغله الشغله وال... اتكلم على على قولتهم اهم شيء اللي خاصه الطلبه جامعتنا احنا عندنا مشكله من ناحيه منح الوافدين اللي هم حق الليسن وحق الرخصه المروريه بشكل عام حق الوافدين تدفع لها ابعاد ثانيه فانا الجامعه حددت لهم ان يعني الطالب العادي المستجد انه بعد سنه وفق الرصد طبعا قبل اتكلم عن السنين طافت كانت اصعب <applause> بس حاليا لا تم التساهل يعني تم التساهل اكثر انا قصدك يعطونا رخصه قياده او اي لها هي يعني هذا اي هذا موضوع الحاله يعني في خوض كثير بس احنا كقائمه نتكلم <applause> داخل اطار قائمتنا وفرنا من بد القوام طبعا المنافسه وفرنا خدمه مواصلات نقل الطلبه طبعا باسعار رمزيه جدا بخسه يعني وذلك يعني على خدمه من عندنا حق الطلبه لان مو الكل اللي عنده سياره ولا الكل اللي وانت عارف الزحمه واللي اهم منه بالفترة السابقة كان في اعتصام شمل شمل قائمتين وكمجلس واحنا كاتحاد طلابي طبعا ضد معه مو ضد معك كنا احنا ضد وما طلعنا ضد الاعتصام كنا طلعنا ضد الاعتصام الاعتصام كان اللي شنو؟ الاعتصام للامانه الاعتصام المزعم وانا اقولها بصراحه وانا الامانه ما جيت اليوم الا انه يعني يمكن ربعي يطلعون يمكن حتى بتويتر انا بتكلم بشفافيه وهم متعودين ان فهد الشمري انا اتكلم بشفافيه والراي واحد. الاعتصام للامانه كان منه اولا مطامع شخصيه مم. ثانيا دوافع انتخابيه مم. سواء لاشخاص او لقوائم ثلاثه للاسف ان 16 مطلب كان بالاعتصام ولا واحد تنفذ بالمقابل انا كان انسحابي بعدم الاتفاق على مطالب الاعتصام لان <تكلمة> يعني هو الاعتصام ظهر لبعض مطالب الطلبه؟ الاعتصام شكليا في 16 بند طلبات الاعتصام. <تكلمة> يعني ال 16 بند هذه داخل محور انه فائده الطلبه، بس الوجه الاخر الوجه الاخر حق الاعتصام هو كان مصالح شخصيه بدلاله انه يوم قدموا الكتاب يعني حتى في تصريح حق رئيس المجلس بان إذا خلينا نتكلم في نقطه قبل فضل. ما نكمل فهد نكون واقعيين يعني جو. انا انا بكون محايد ولكن حسب انا ابيك تكون لكلامك حسب كلامك ان هذا نعم. ضرب من تحت الطاوله للاتحاد ان احنا قاعد نوصل مطالب لاداره جامعيه ما قاعد نوصلها للاتحاد انه هو ينفذها لا 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 مو ما فهمتني احنا يعني الاعتصام هو بعرف انا هذا الاعتصام لم يوه الشباب من هالقائمتين نعم انتم ممثلين الطلبه للاتحاد انا نعم ليش ما كان الطلبات على بس عشان تقول لا تختلف الصوره الاتحاد كقائمه مم. لكن عندنا الاتحاد اللي هو مثل الساده المشاهدين يمكن على بالهم الاتحاد الوطني اللي هو الاتحاد اللي يكون ميكس بين القوائم بالجامعه العربيه يسمى, يسمى, يسمى تحت اسم المجلس الطلابي. حلو. فكان الاعتصام المجلس الطلابي مع القائمه المستقله مع قائمه المتحدون الطلابيه اتفقوا على 16 مطلب، في البدايه وطلعنا على قناه الراي وهم على رايكم شباب تكلمنا فحوى الاعتصام وتكلمنا بامور الاعتصام لكن بعد اللقاء ما اتفقنا على المطالب لان في مطالب اذا انا طالب بطلع اعتصام. اطلع اعتصام السبب الاول شنو عندي؟ مصلحه أنا الطالب في ولا شيء لا مصلحه الطالب انا عندي اهم شيء. <applause> فليمن يعني ادس مطالب اعتصام من تحت الطاوله داخل مطالب اعتصام بضغط يعني اني انا كوني كطالب اعتصام انا طلعت اوكي عندي في امور وفي امور ثانيه لا انا بمشيها معاهم لا يعني يعني خلي يكون الشغل شفافيه اكثر هم. وبعدين اللي نعرفه يعني بالاعتصامات وحتى بالاعتصامات العالميه مو معقوله انا اطلع اعتصام على طول والله انا عندي طلب عندي مطلب سووا عندي مطلب لا مو سالفه سووا بس انا عندي مطلب هل هذه المطالب نعم قدمت قبل ما تطلع الاعتصام انا هذا كان شرطي عليهم قلت طلعنا من البرنامج رايكم شباب السنه طافت؟ لا مو السنه اللي طافت كان شهر ثلاثه اللي طاف <applause> طلعنا من الاعتصام اتفقنا مع الشباب قلنا شباب الحين دائما اتفقنا على الاعتصام وعندنا 14 يوم لغايه الاعتصام خلينا نتفق اول شيء نروح حق مدير فرع الكويت نقدم له طلباتنا ما وافق هذا بعد الاتفاق على المطالب آه ندش على <applause> نكلم مدير الفرع نكلمه على المطالب ما وافق عندنا الدكتوره موضه الحمود اللي هي مديره الجامعه العربيه المفتوحه بكامل افراحها ما وافقت رئيس مجلس الجامعات الخاصه اللي هو الدكتور حبيب أبو ما وافق نروح حق وزاره التعليم العالي كل هالسالفه هذه تخلص بيومين بالباقي عندنا 12 يوم بس يعني احنا على اساس نكون سلم, سلم تدريجي بالضبط مم. كسلم تدريجي وكسلم نقابي سليم 100% مم. مم. العمليه ما تكون يعني خاصه الاعتصام ما تكون خذوه فغلوه صح. مشينا مشينا هذا يعني انا بوصله اطلع بدون ما امشي على الترتيب تحت اللي أنا شعارنا اللي احنا يعني حتى الطلبه اللي سواء داعمين او الاعضاء العاملين دشوا على مبدا انه يعني اسس نقابيه سليمه فليمن من انا لو اي عضو لو اي طالب عفوا انتم قبلها لا تطلعون الاعتصام رحتوا حق مدير رحتوا حق هذا اذا قلت له لا يكون الخطا من وين؟ يكون الخطا من اللي القائمين على الاعتصام نفسهم انه بالعكس لازم اطق البيبان اول هي نقطتين الاعتصام يظهر في حال ظهور قرار ليس متوافق مع الطلبه او الجهه صحيح الثانيه صحيح او ان في حال تقديم الطلب وعدم يعني تفويضه او انتكاسه صار على الطلب وذلك يظهر الاعتصام انا ادري ان انت مشحون الحين قاعد تذهب الاوراق اللي لا لا, لا 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 يعني؟ طيب راح نتكلم في هذه النقاط راح شويه ناخذ راحتنا في وايد نقاط كثيره وايضا عندنا اسئله كثيره راح نتطرق لها مع قائمه الطلابي فهذا الشمير راح يكون معنا في هذه الحلقه مستمر لكن بعد بريك خلكم معنا ردنا بعد الفاصل نتواصل معكم في الفقره الاكاديميه مع قائمه الاتحاد الطلابي متمثله في المنسق العام فهد الشمري حياك الله مرتين يا اخوي فهد الله يحييك ويعني نكمل مما توقفنا منه اللي هو الاعتصام شنو التكمله؟ ف... كلام في اي نقطه بالضبط الاعتصام؟ اي وقفنا احنا عند آ... ان الاتحاد الطلابي نمشي على السلم ونوصل إيه؟ هذا الرساله فظهر بعد ذلك ان ما اتفقنا على المطالب <applause> ما اتفقنا على مطالب لان في مطالب اساسا ما لها شغل نهائيا الطلبه فيها <applause> مثل على سبيل المثال اقرار لائحه المجلس التاسيسي للعام 2009 <applause> انا طالع اعتصام ونبلغ العالم وقايل حق الطلبه يلا تعال نطلع اعتصام نطلع على سبيل <applause> اساس اقرار لائحه او بنطلع يعني مثل الامور آه زين قبل ما قولي. نتكلم في هذه النقطه فهد يعني مساله الاعتصام هي مساله جدليه كثيره يعني لما نتكلم في نقطه انطلاقه اعتصام معين ياثر سلبا انت قلت هذه النقطه ممكن تاثر سلبا حتى على الطالب نعم. لان تشوشت افكاره يعني انا ابي اروح اروح مثلا المجلس اللي نوضح نقطه اللي تو تطرقنا لها قضيه النقطه هذه اساس الناس تفهم حتى الناس اللي ممكن قاعد جابل هذا الحديث مساله طريقه الانتخاب هو المجلس والممثل في ثلاث دوائر اللي هو الانجليزي نعم. والاي تي والبزنس بالضبط والرابعة كان في بعد رابعة لا لا, لا ثلاث ثلاث دوائر, دوائر. هذه يطلع منهم خمسين عضو التوتل يكون خمسين التوتل خمسين شخص على حسب الحائزين على على الأصوات من كل هذه المستويات فهذين يمثلون المجلس المجلس ممكن يطلع منه مختلف القوائم يعني نوعا ما شبيه بنظام مجلس الأمة عندنا طريقة الانتخاب في دوائر معينة أن هذه بالعكس حركة ديمقراطية ترى جدا جميلة يا يعني ريت تطبق في بعض الجامعات أن هذه تصير طريقة عشان نوضحها فأنه ممكن تعطي فرصة لكل القوائم أنها توصل للمجلس وتعطي إمكانياتها <applause> بس أن الاعتصام شنو ممكن اثر سلبا؟ اللي اثر سلبا للاعتصام انه لو مشوا هم وفقوا يعني وفق الاسس النقابيه السليمه من 16 مطلب يعني انا اتوقع 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 يمكن انه لا خلاص الباب مفتوح احنا كاداره جامعه باب مفتوح بس هالمطالب هذه يعني مطالب مو اكاديميه ولا نقابيه يعني عندك المطالب المطالب, المطالب اول شيء حل جذري لمشكله المسارات والاعتراف بها طبعا هذا هي نعم صح مشكله لكن المشكله هذه مو متعلقه من الجامعه بالعكس الجامعه ودها انها تعترف بالمسار مم. المسار حق الساده المشاهدين حق, حق اخواني الطلبه على سبيل المثال أن طالب 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 اداره اعمال مم. يدرس مسار اكاونتنج اللي هو محاسبه لما يتخرج يطلع له الشهاده المسار عفوا بس نقصد فيه تخصص بالضبط اوكي فلما يتخرج يكون تكون شهادته اداره اعمال مم. ما يحسبون له اللي هو الاكاونتنج فهذه نعم صح مشكله بالعكس الجامعه قاعد تسعى فيها مم. قاعد تسعى فيها الجامعه يعني ادرس اكونتنج من قسم اداره اعمال بزنس مانجمنت يصير إيه؟ خلاص تخصصي بزنس مانجمنت؟ اي آه. بزنس مانجمنت هذا كنظام بريطاني لكن شال الموضوع انه يعني قاعد نحل احنا المشكله هذه واساسا المشكله عند مجلس الجامعات الخاصه فلما انا اطلب اعتصام على اساس اطلع ضد الجامعه وضد قرارات الجامعه فانا طالع ضد قرارات الجامعه ماني طالع ضد قرارات نسوي اعتصام عند مثلا يعني على سبيل المثال ان هالمشكله هذه في تطلب فيها اعتصام عند الجامعات الخاصه بالعكس قائمه الاتحاد او اول قائمه لان الجامعه اساسا يعني لا نخلط الحابل بالنابل لا تحط يعني حركه اداريه لمساله المواد الدكاتره شؤون الموظفين وشؤون الاداريه المشكله اللي كانت بالاعتصام اللي تخلطت في في مطالب تخص اداره الفرع في مطالب تخص المقر الرئيسي اللي هو المقر الرئيسي للجامعة العربية المفتوحة وفي مطالب أساسا لا بإيد الفرع ولا بإيد المقر الرئيسي بإيد مجلس الجامعات المجلس. الخاصة ووزارة التعليم العالي فبالعكس أنا على أساس أو كل هذين صبوا كلهم خلوهم على مدير الفرع يعني من يعني او من اضحوكه الاعتصام ان اخر شيء كاتمين وفي حال لم يتب الاستجابه لمطالبنا المشروعه نطالب باقاله اداره فرع الكويت انزين اوكي انتم يعني ونعم اعتصامكم لكن انتم 16 مطلب ثمان مطالب ما لنا شغل فرع الكويت فيها على اساس بس لا يفهم الساده المشاهدين ان احنا لا يكون مثل قائمه الاتحاد وهذا اللي قاعد يدندنون عليه ان قائمه الاتحاد لا والله قائمه الاتحاد مواليه لاداره الفرع، لا بالعكس احنا نمشي اسس النقابيه الصحيحه بدلاله من انا طلعت من الاعتصام وإحنا كقائمه قدمنا كتاب بالمشاكل الطلابيه منها واحد تفعيل النظام الكترونيا تفعيلا كامل بما يخص المعاملات الطلابيه، على سبيل المثال انا يا فهد ابي معامله الكترونيه بدال ان اقدر بروح الجامعه بالعكس اقدر اسويها مثل شنو يعني؟ مثل صارت بالاعانه التقديم على الاعانه صارت اونلاين صارت عمليه حتى احنا عندنا الجامعه بدل لا تدفع رسومك مسهلين لنا انك تقدم اقساط فحتى طريقه الاقساط صارت اونلاين صار حتى, يعني حتى الترشح هذه شغله الشغله الثانيه توفير كادر تعليمي من ضمن مطالبنا احنا كاتحاد توفير كادر تعليمي الذي يتيح للجامعه توفير شعب دراسيه هذا واقع سواء جامعه الكويت او التطبيق او الجامعة الخاصه دائما يكون في لود على الشعب الدراسيه ما في شعب ما في شعب ما في شعب ما في شعب فحطينا هذا من ضمن مطالبنا ولله الحمد الجامعه يعني حتى ارسلت ايميل حتى حق الطلبه الخريجين ان الطلبه الخريجين اللي خذوا في هذا هو دعوه لخريجي الفرع المتفوقين، دعوه لخريجي الجامعه بمعدل 3.67 فوق وما فوق ويرغبون بالتدريس في محاضرات للطلبه المستمرين في المقررات التاليه وحاطين لهم ماده, مادة مادتين ثلاث اربع خمس الطلبه يدرسون طلبه. طلبه متخرجين يدرسون طلبه ممكن الغايه يطلعهم. منها ان افتح شعب زياده وكادر م. تدريسي اكثر وانهم شطار يعني لهم وانهم شطار لانهم معدل مرتفع طبعا معدل مرتفع بس في مرات معدل مرتفع بس ما يكون أنا يقدر, يقدر ايوه بالضبط فتكون لا مقابلات حاليا في مقابلات حتى ماسكينا ذاك اليوم كان في حديث سابق احب اوجه له تحيه استاذ دكتور محمد العجمي على نفس الموضوع وقال بالعكس هم قاعدين وقاعدين نقابلهم والزين منهم بالعكس قاعد نحط بالنهاية نبي نريح الطلبة هذه شغلة. تطوير الية صندوق الطالب تسريعة وتسريع اجراءاتها في سداد الاقساط. كان عندنا الاقساط السنة الماضية اذا بتقدم انت بتسوي معاملة اقساط حق رسومك الجامعية كان في اكثر من طلب وطلب. اكثر من طلب وطلب. احنا حطينا بالنهاية من ضمن مطالبنا حطيناها انه لا والله نبي تسهيلات اكثر. وفعلا صارت تسهيلات اكثر وصارت تحد سجلت موادك بتدفع اقساط يحسب لك حسمة معينه قيمه القصد الاول ما قدرت تدفعه لا تصعد عند مدير الفرع تستثني تدفع تقريبا ولا 100 دينار وانت بالاساس داش جامعه خاصه انت تدري الجامعه خاصه يعني ميزانيه يكون ف... هم يعني جانب المادي يؤثر عليها لا مو يعني بتا... جامعتنا احنا غير ربحيه لا بيضويك. انا اقصد ياثر عليها بتقديم الامكانيات بالضبط فمن تسهيل الى تسهيل الى تسهيل الى تسهيل هذه بخصوص الاقساط النتائج النهاية, للطل... النهايه للطلبه احنا كل كورس النتائج تطول عندنا يعني تقعد لها تقريبا ثلاث اسابيع اربع اسابيع وفد من بريطانيا على اساس انه يدقق على ال... ال... الامتحانات وهالامور لا طالبنا بتسريعها وان شاء الله راح تنفذ من هالكورس بالاضافه الى البطاقات الجامعيه. بعض القوائم كانت تدندن انه والله احنا من شعاراتنا نبي بطاقه جامعيه بسرعه بسرعه من فضل الله، احنا من كتابنا السابق السنه اللي طافت بدايه الكورس الناس سجلوا سجلوا المواد على طول ثاني اسبوع تم دعوتهم حق اللي هو اصدار بطاقات الجامعيه، بالاضافه الى منح امتيازات واستثناءات لجميع الطلبه المتفوقين. مثل ما قلت لك قبل حديثنا بالبرنامج ان الطلبه عندنا يعني خاصه الدراسه بالجامعه العربيه مو سهله وبالعكس في ناس يعتقدون انها يعني الجامعه الربيعيه فتحت عادي بسرعه اي ان من اسمها لا بالعكس بالعكس يعني وين وين اللي يتخرج منها تلقى عدد الطر يعني لا تضيق رقمهم الحين بالعكس انا ما لا والله افرحهم بالعكس ان شهادتنا والله العظيم ولا ازايد عليها لكن قويه من ناحيه البزنس من ناحيه الاي تي ايضاً. ومن ناحيه اي طبعا انا كانت تجينا على الاسئله بالتويتر ان سجل الجامعه العربيه المفتوحه مو معترف فيها اي في وايد كان تداول في كان تداول من اشاعات طبعا اشاعات كانت مقرضه وكان معروف من صاحبها يمكن ساده المشاهدين يدرون منو هذه عموما مدفونه تفضل اي ف اه لا لا الحمد لله انها محترفه الجامعه و من جد وجد فهد ماكو شيء يجيك بالساهل اللي يجيك بالسهل يروح بسهل سواء من معلومات او خبره، يعني م. انت بالنهايه لابد انك تجتهد عشان تقدم شيء لنفسك و صح قبل لا نختم فضل. بس كانت المباراه بين لا, لا, لا ماكو ختام عندنا <applause> قبل قبل لا نختم كان بين اعتصامهم م. وانسحابنا وتقديم مشاكلنا الحال بأن من فضل الله اعتصامهم 16 مطلب ولا مطلب تنفذ م. تم تخدير وانا اقولها بالعلن تم تخدير الاعتصام لمصالح شخصيه بحته. مصالح تتعلق بالمجلس الطلابي بالمقابل. زين المجلس الطلابي مو من ضمن الاعتصام؟ نعم. زين ليش ما يعني بدايه النقطه كان توجه هذه المطالب للمجلس، المجلس هو يو يوصلها كونه هو وسط الطالب. احنا كنا بالبدايه كنا مجلس طلابي مع قائمه الاتحاد الطلابي مع القائمه المستقله وقائمه المتحدون قائمه حركه المتحدون الطلابيه، كنا احنا الاربع جهات اللي نمثل نمثل طلبه، المجلس هو ممثل شرعي. بينما باقي القوائم هم ممثلين غير شرعيين داخل الجامعه لكن نسعى ان شاء الله الاعتراف فيها لكن احنا الاربعه طلعنا بالاعتصام بدايه الموضوع بدايه الموضوع كنا قبل اتفاق على المطالب بس انها كانت النيه بدايه ان اتفاقنا ان لا والله في اعتصام نعم في مشاكل نعم لكن نمشي وفق السلم هو معروف يعني انت ما يصير صار الضرب تروح على طول المحكمه تروح المخفر بعدين تروح كذي هذه كان قاطب بروسيجر معين بروسيجر معين ما كان اروح اخطي كل هالخطوات بشكل كبير انا ودي اتكلم عن النقطه في مسألة المجلس الانتخابي عشان هم نوضح النقطة من يترأس هذا المجلس وشلون؟ المجلس الطلابي هو عبارة مثل ما قلت لك أنا خمسين عضو خمسين عضو, 50 عضو. هل في تشكيل رئيس نائب؟ شلون يتم التشكيل؟ يتم التشكيل حتى أوضح حق أخواني الطلبة والطالبات باشر إن شاء الله عندنا عرس ديمقراطي ونفتخر فيه كانتخابات في الجامعة العربية المفتوحة عندنا القوائم كلها تتنافس وحاليا دشت علينا منافسه جديده بعد مقامه الوسط الديمقراطي هذه اول سنه مم. واحب اوجه تحيه حق اخوي جوهر في قائمه الوسط الديمقراطي اول سنه راح يشاركون معنا فاحنا اربع قوائم كل قائمه تنزل من عندها عدد مرشحين في كل أسنة. في كل برنامج اكاديمي حلو. من الاي تي والبزنس والانجليزي ممتاز فاكثر قائمه بالتوتل بالصناديق بعد الفرز اكثر قائمه تحصد عدد مرشحين <applause> هي إيه اللي تترأس يعني على سبيل المثال الاتحاد الطلابي وإن شاء الله وبإذن الله مستبشرين خير خذينا هالسنة اكتسحنا فوق الخمسة وعشرين أو خذينا من خمسة وعشرين وفوق تكون الهيئة الإدارية لنا لأن <applause> لأنه راح يصير التصويت شلون يصير التصويت هيئه الإدارية يعني قصدك خمسة وعشرين عضو مقسم من الثلاثة إذا كانوا من ضمن قائمة الاتحاد الطلابي هم يترأسون الخمسة وعشرين يطلع منهم خمسة أعضاء هيئة إدارية <تصفيق> <تصفيق> خلصنا يبقى 25 ثانيه بما فيها القوائم الثانيه بس انا مالي شغل فيهم دام احنا عندنا الخمسه راح يكون التصويت عندنا عندنا رئيس عندنا نائب رئيس عندنا امين, أمين سر, سر, وامين صندوق وعضو فعندنا احنا تكون تشكيل ايه خماسي اي التشكيل الخماسي يكون حق القائمه اه طبعا نتمنى احنا باذن الله ان تكون لنا لكن اداريا الخمسه هذولي الخمسه من ال 50 مرشح هم اللي يطلعون الخمسه هذا يعني كل خمس مرشحين من بين 50 كل خمس مرشحين يصوتون حق واحد داخل المجلس هذا يعني هذه انتخابات تصير يعني انتخابات تصويت داخل داخل, داخل, تصويت داخل, الم داخل المجلس اللي بين الاعضاء انه في تصير مراتب التسكيه ولا ما تصير لا صارت التسكيه مراتب ما بالمرات السابقه نعم بس من خلال المنافسه الشديده ووعي الطالب انه نعم صحيح في اخطاء لكن كونك غايمة لا صار تصويت أكثر الجانب صحيح هذه نقاط جدا مهمة راح انطلق لكثير من مواضيع أمانة الموضوع جدا شيق لنا الحماس في النقاط وفي عندنا نقاط كثير راح نتكلم فيها لكن توقف البريك علاني ونرجع مثلا رجعنا بعد البريك في اخر فقراتنا في برنامج رايكم شباب وعرس ديمقراطي جديد قادم للجامعه العربيه المفتوحه بانطلاقه موسم جديد وعرس ديمقراطي جديد يطلع عليهم واحنا اليوم ضيفنا نتشرف مع ممثل قائمه الاتحاد الطلابي في الجامعه العربيه المفتوحه المنسق العام فهد الشمري حياك الله مره ثانيه الله يحييك احنا شوي نطق بريك على موضوع الاعتصام أوكي. نعطيهم فرصة بالتفكير في مسألة أن هذه المطالبات لابد تمشي بشكل تدريجي وهذا سلم معروف يعني على حسب الكلام اللي تفضلت فيه لابد أن يكون في نقطة ثم نقطة ثم نقطة ما يصير أجتازهم لأن راح يقول لك صار مع اللي قبلي عشان صحيح. أنت عندي خلينا نتكلم في قضية السوشيال ميديا إحنا اليوم في عصر تكنولوجي نعم. وتأثير كبير يعني ممكن القائمة إذا دشت يعني نتكلم في قائمة جديدة في جامعة الكويت نعم. استخدمت السوشيال ميديا بشكل عقلاني وظهرت بشكل مفاجئ فاستخدامكم في السوشيال ميديا هل تحرصون توصلون خدماتكم، رسالة الانتخابيه، الاهداف، هالامور يعني بشكل عام القائمه قاعد توصل دخولها في السوشيال ميديا. احنا رد حق المحور الاول انه لما قلت لك ان المجلس الطلابي هو الهيئه الشرعيه الاولى لتمثيل طلبه الفرع كان كونها كجهه شرعيه لتمثيل الطلبه. مم. احنا القوائم بالعكس قاعد كاعترافنا حتى لو اعترافنا كجمعيات كجمعيات عموميه لخدمه الطلبه لان بالنهايه احنا عندنا تارجت اللي هو خدمه الطلبه لكن بالمقابل احنا ما نقدر نسوق حق القوائم يعني انا عندي هذا الباج اللي افتخر فيه هذا انا يعني مرات ما اقدر البسه الجامعة مو عن ما اقدر ولا باني ابي اجاكر مثلا السكيورتي او المسؤولين لا رولز بالجامعه قوائم ممنوع <applause> ان جمعيات حتى نزلنا اعلاناتنا كانوا يحطون ستيكر على القائمه الفلانيه زين دافعين نحن خالصين لا يحطون ستيكر <applause> إن لأنه خلاص هذا القرار دام انه عليك يمشي على الباقي. حلو. الحمد لله احنا نلتزم لكن أنا قبل وتأخرت وسب القائمة الفلانية قاعد توزع فاتحين <applause> <بحلي تصفيق> صارت صارت بحري. صارت بحري، فأنت قلت لي على السوشيال ميديا. فما عندنا طريقة نوزع فيها داخل سواء نوتات ما نوتات إلى الأمور هذه في تحطون <applause> الأكاونت. تل... و... إي فش اعتمادنا وين؟ نبلغ الطلبة عندنا بتويتر كإتحاد عندنا حسابنا الرسمي بتويتر ولله الحمد الفولورز في يعني يسد عين العدو. <applause> غير هذا وهذا عندنا الفيسبوك عندنا الانستغرام عندنا حساباتنا الشخصيه احنا كاعضاء وبالعكس وننفرد وهذه حط تحت خطين ننفرد بالاخبار الحصريه ننفرد بالامور اللي تهم الجامعه خلصنا انتشرنا صوب الواتساب نبلغ العالم الواتساب نبلغ ان لان الجامعه في اشياء ايه معينه ندوات قاعد تصير في الجامعه ندوات او ندوات مثل ندوات انتخابيه لا ما قاعده للاسف شلون بتبين رسالتك الانتخابيه؟ هذه في اعتمادنا شنو؟ اول التالي اللقاءات هذه والبوسترات حتى اللي قاعدين تتسكر اي والسوشيال ميديا اذا ما طلبت يعني حتى حتى انا شوف حتى اوجه يعني اوجه تحيه حق اخوي ذياب الحجي هو يعني سوى نقله نوعيه شغله يعني بالداخل الجامعه صار هو بنفسه سوى له شانل على اليوتيوب وصار يوثق الأهداف يوثق الاحداث سواء كان ايفنت ولا كانت ندوه ولا ولا, ولا يعني نشاطات صار هو يوثقها امس اتصل عليك القلب يعني حتى قال لي فهد خلنا اطلع انتم قائمه الاتحاد فصارت مساله الوقت مع وقت وهذا فاعتذرت له فالغايه أنه قاعد ننشر مبادئ واهداف القائمه وانجازاتها كلها عن طريق السوشيال ميديا السوشيال <applause> ميديا فاهتمامنا وارتكازنا عليه حيل قوي ممتاز احنا اه تكلمنا في نقاط كثيره ولكن اه بما ان احنا خلينا نتكلم في واقع انا جدا محايد في هذه الامور اه انت قاعد تبدي رايك وانا قاعد اناقشك على حسب الكلام اللي انت طرحته نعم. ولكن اه ليش ما قاعد نلاحظ في مناظرات جامعات كثيره احنا امانه اني صارت ان عندنا جامعة, جامعه الخليج جامعه الكويت وجامعه امريكيه لا جامعه ما صارت اه يعني جامعات جامعة كثيره ليش ما صار الجامعة العربية مفتوحة؟ نسمع مناظراتها يعني كل واحد ابتسمت وراها <applause> أني بس كل واحد عشان يبدي رايه دام صح صحيح دام مم. تطرقت لهالموضوع قبل يومين مم. اتصلت الصحفية اوجه لها شكر لأخت فاطمة زيد من جريدة اكاديميا اللي هي الجريدة الأمانة ان وسعت نطاقاتها بجامعات ومعاهد الكويت سواء الحكومية ولا الخاصة مم. فدعتهم قبل يومين دعت المجلس الطلابي ودعت القائمة المستغلة ودعت قائمه المتحدون وما ادري اذا دعت الوسط او لا بس اللي انا متاكد منهم اليوم بالمئه تم اي إيه المجلس الطلابي كونه هو كرئيس مجلس ممثل هو الطلاب الممثل الشرعي والقائمه المستقله اللي هي استحوذت على عدد كراسي السنه اللي طافت فانت تقول ليش ما مناظرات ما مناظرات بالعكس انا ابديت بالراي يعني على حسب لائحة المجلس الطلابي لازم يكون عقد جمعية عمومية قبل أن اه تكون عقد جمعية عمومية خلال السنة تكون مرتين الفصل الأول والفصل الثاني أه. عقد جمعية عمومية لازم الطالب يعرف المجلس شنو قاعد يصير مناقشة التقرير الإداري والمالي أه. للأسف وهذا أنا الحزب خاطري أني خذيت كلمة من لسان رئيس المجلس بأنه تم قبل الانتخابات ب 48 ساعه راح تصير جمعيه عموميه وهذا الشيء انا اقولها بوجه هي مو منه هذه وفق اللائحه اساسا <applause> انك انت لازم تعقد جمعيه عموميه صار موال ثاني ولا والله ما اعطوني واعمالي موقفه وما والامور هذه قلت له خلاص اوكي خلصنا من الامور هذه امشي نطلع مناظره برا <applause> وانا على اساس اكون شفافيه اكثر قال فهد اذا انت موجود اطلع اذا انت مو موجود ما اطلع قلت عفوا قلت انت ما تحدني انا كقائمه انا اختار اللي يناسبني انا ما لي... ان شاء الله انا عندي بالاتحاد طلابي هذا اللي افتخر فيه انه من من يعني على من اصغر عضو لاكبر عضو الكل يناظر فانا ازكي لك واحد من عندي أخلي ناظرك <applause> ما تم الاستجابه ما واحد يختار يعني يقول انا بناظر الاخ اي يعني انت ما تشرط علي انا حطيتك كان حتى اوجه تحيه اخوي نابل المنسق قائمه الاتحاد الطلابي انور روقي حتى هو اللي كنا تم تزكيته انه هو يخوض المناظره ممتاز لا يا شنو صار الرد من قبل صار رد صار طبعا ما بيحز الخاطر اللي قلت تهرب ما تهرب بس تجاهل تجاهل تام ما ادري هل هو خوف هل هو في تجاوزات عشان ما نحط بذمتنا شيء عشان ما نحط بذمتنا هل في تجاوزات هل في امور ما تبون العالم تدري عنها الله تعالى انا بقول نقطه على الهواء مباشره ادعو كل القوائم الطلابيه في الجامعه العربيه المفتوحه في تواجدنا في الاستوديو انا سويت مناظره قبل انتخابات الاتحاد الوطني جامعه الكويت وادعوكم هني طرق التواصل احنا دائما نقولها في برنامج راكم شباب اي شخص وحتى لو توصلون عندنا مبنى الراي تقولون نبي احد من البرنامج ونطلب نطلب المناظره انا عندي بالانستغرام دشوا علي دايركت وانا مستعد انسق مناظره مع كل القوام الطلابيه سواء حتى لو بعد العرس الديمقراطي بزم. اللي قاعد راح تقضونه غدا باذن الله تواجد كل القوام الطلابيه واللي ما سمعني عشان لا تقولون راح اتصل فيه راح نتصل فيه من قبل قسم الاعداد عندنا في برنامج راكم شباب راح نتواصل معكم على اساس نطلب واللي يعتذر هذا راح يكون له مجرى ثاني ده والبنايه هذا قرار بيتكم عشان انتم توضحون النقطه ولكم مو ضدكم يعني اذا وقت البرنامج اسمح لي ولا في بعد وقت احنا وصلنا للختام وصلنا, لل... وصلنا, للختام وصلنا, للختام <applause> أنا وصلنا للختام حلقتنا لي اليوم ما قاعد اسمع الكنترول شكرا. بس وصلنا لختام حلقتنا اليوم نشوفكم في حلقه جديده في برنامج رايكم شاب اسمح لي بعد الشمال كل شكرا لك على تواجدك اليوم دراسي دراسي باذن الله تكون حلقتنا استفدتوا منها ولنا نقاط كثيره نتكلم فيها في الايام القادمه هذه كانت حلقت حلقتنا اليوم ان شاء الله استفدتوا في امان الله